بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف السادس الثانوي، إن شاء الله النهاردة نبدأ بقى نحل البوكلت بتاع كتاب المعاصر. ناخد البوكلت واحد واثنين، ولو ربنا يسر الحال ناخد التالت معاه. هنشوف نهاية الفيديو ربنا يسر الحال بإيه. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. البوكلت الاولاني بيقول لي لامانيير طريقه الاكل للناس الناطقين بالفرنسيه. لامانيير طريقه الاكل تكون فيري متنوعه فور بقوه دال فرانكفون في الناس الناطقين بالفرنسيه اونين بالويه. نستخدم الفروشيت الشوكه والسكينه والملعقه اون فرنسي فرنسا لا كولير الملعقه اي لا فروشيت والشوكه اولدو في المنطقه دي لبرجو العيش في فيتنام لامين الايدي في السنغال ام فرنسا فرنسا لابراد بريفريت طبق المفضل انه بولي دجاج روتيل مشوي فيتنام ان سويت بعد ذلك لو ستيك فري فيني ياتي بعد ذلك لو ستيك فري الاسياخ اللي هي فري المشويه ايه لو بردوي والدجاج والمنتجات دي لامير البحر زي الجمبري والسمك والمحار كم بواسون كمشروب اللي يفضلون هم يفضلون له كافيه دو شوكولاته شو والشوكولاته الساخنه. يبقى ده طريقه الاكل في فرنسا. تعال نشوف السنغال. لبلاط ناسيونال الطبق القومي انه لاري الرز او بواسون بالسمك. فيني ياتي نسويت بعد ذلك لو كريفيت الجمبري اي دي لافياند واللحوم. البرافري هم يفضلون الشاي الاخضر اي لو جوز دي فروي وعصير الفواكه. او فيتنام في فيتنام اوني مانج دوري لا ناكل ارز او بوف باللحوم ان كريب فطير دوري بالارز اكلات غريبه ان سوب شوربه دي باسو شوربة السمك دي فروي فري والفواكه الطازجة مثل الأناناس الموز المانجا إلى ما لا نهاية. أم برند ناخذ كافيه ناخذ كافيه وشاي فير أخضر وني بوابا لنشرب لأو الماء المعدني. وحاطط لك الدباجة بتاعت المقال المعمول على النت ده. والمانجا ناكل في السنغال اون تروزي نستخدم عندما ناكل في لكي ناكل في السنغال نستخدم تعال ندور على السنغال نستخدم ليمين الايدي دور على كلمة ليمين خدنا رقم ب. لو بلي الدجاج المشوي لو بلات بريفري يكون الطبق المفضل تعال ندور على الدجاج المشوي اون فرانس في فرنسا يكون ان واحد من منتجات البحر المحار في السنغال لو بلات ناسيونال الطبق الرسمي انه تعال نشوف في السنغال الطبق الرسمي انه الارز بالسمك لوري اوف ارز بالحوم سياخ رز بالسمك اون برند ناخذ الشاي الاخضر في لاوس ولا فيتنام ولا في باريس ولا في فرنسا تعال ندوره ادي فيتنام بناخذ الشاي الاخضر يبقى خدنا في فيتنام ام فرنسا فرنسا ام بريفير نفضل الشوكولا شو الشوكولاته الساخنه خش على اللي جاي بيير ايه ام فرنسا يكون في فرنسا بورة دير لكي يدرس الى بيتي يسكن عند اسره دي اكولي استقبلته مسيو برنارد الور اذا فواسيتا شامبر هي حجرتك بير قال له ليه جروند انها كبيره ليه بيونت مرسومه ان بلو بلونك ازرق في ابيض سيما كولير انه لوني المفضل قال له نعم هي تعمل 20 متر مربع اللي هي يوجد ان جراند ليه سرير كبير بور بيان دورمير لكي تنام جيدا ام برو مكتب بو برو مكتب جميل قال له نعم ام برو ايدي ترور بادراج بور لي تي كاير لكراساتك اليا ان ارموار يوجد دولاب قال له نعم اليا يوجد ان جراند ارموار دولاب كبير اليا وسي يوجد ايضا ان جراند فوتيه كرسي كبير كرسي انتريه كبير انتاس انتابلتاس
باس ترابيزة طبل باس ترابيزة منخفضة ان ريفيل منبه سير لو طبل على الترابيزة بتاعت الكوميدينو. الياو سي ايضا يوجد دي تقرير رفوف اكود دولا في نتر بجانب النافذة. سي فانتاستيك هذا رائع مرسي شكرا بكم جزيلا. لا تقرير رفوف تكون بجانب النافذة. ادور على كلمة بجانب النافذة خدنا رقم بي. بيير يكون في فرنسا لكي اتديه يدرس الاولاني. دلا شامبر في الحجرة اليا يوجد بتيت ارموار دولاب صغير بتيت فوتي كرسي صغير ان جراند ارموار ان جراند فوتي كرسي كبير بتاع دولاب كبير وكرسي كبير هو قال 2 جراند. لا شامبر الحجرة بتاعت بيير في بتعمل فاندو 22 فانسانك 25 ترونت متر كاري 30 فان متر هو قال لك 20 متر مربع يبقى خدنا رقم دي. بيير يسكن في فرنسا دون ان ميزون في منزل بيت الشباب ولا عند أسرة استقبال عند أسرة استقبال اكو دي. لا شامبر دو بانتير حجرة تكون مرسومة او منقوشة من بلو بلونك بلو بلونك اللون بتو. تعال نشوف المواقف. فوتر كومين زميلك يكون ان شامبيون بطل في الكاراتيه. انت تقول هو لا يكسب ابدا هو يكسب كل المنافسات فو انفورمي انت تسال على سعر ام بلاي تذكره مترو. انت تقول انت بتسال على سعر صافيه 5 يورو 5 جنيه هو بيعمل 5 جنيه ده اجابه انها موان شير رخيصه دي اجابه. صافي كومبيان بتعمل كام انت بتسال عن سعر التذكره انت تقول هي بتعمل كام. فوبار لان تتكلم عن فوز اكتيفيتي انشطتك اليوميه لومتان في الصباح انت تقول جيفي وتياتر اذهب للمسرح اذهب الى السينما اذهب الى الحديقه اغسل اسناني وثم استحمي بخدنا الاخراني. فوزيت انت تكون دان لا فيستير في مكان تغيير اللبس انت تجد ان سيرفيت فوطه انت تقول فوطي تكون رماديه. من ماذا تكون الفوطه الى من تكون الفوطه الى من تكون الفوطه. فو انتروجي انت تسال فوترامي زميلك عن مادته المفضله هو هيقول لك انا افضل لابوار كوميسرا انا افضل الكيمياء انا افضل الكيمياء يبقى خدنا رقم سي. فوترامي زميلك فودوماند يطلب منك كيف تذهب الى روما هو هيقول كيف نذهب الى روما تنفع الاول. فوتركومين زميلك سي ابلي يلبس على مود على الموضه انت تقول زميلك ولا زميلتك قال لك ده زميلتك هي تكون بيان لوكي منظرها جميل يبقى اخد الاولاني. فو انديكي انت توضح الى فوتر الى فوترامي زميلك ماذا فو في تفعل او سي دي اي في مركز الوثائق والمعلومات انت تقول انا اعمل مشتريات اترجم نصوص تنفع اترجم نصوص. فو ديمون ان تطلب من فوتر مير من امك كوميان دو جرام كم من جرامات السكر تضع فيه الجاتو هي هتقول لك يلزمك سكر السكر يكون منتج مسكر 2 كيلو 200 جرام كم من الجرامات يبقى خدنا 200 جرام. دلا بوتيك في البوتيك لافونديز البائعة فو ديمون تطلب منك فوتر كولير بريفري لونك المفضل هي هتقول لك فوفيك طول ما مقاسك يا مدام السيكس هجيب السوداء كل كولير اي لون تفضلين تسألك عن لونك المفضل هي هتقول لك اي لون تفضلين. فوفون فورمي انت تسأل على منبر اعضاء لا فامي اسرة فوترامي زميلك انت تقول عايز سؤال مفيش غير واحدة بس سؤال طب ما تيجي نقراها الاول. يوجد كم من الاشخاص في حجرته في اسرتك فوفون فورمي انت تسأل على ساعة رحيل دي لافيون الطائرة انت تقول تسأل يبقى سؤال مفيش غير واحدة سؤال متى ترحل الطائرة لباري الباقي ما ينفعش اجابات. فابرتير سوف يرحل ماذا من ماذا ماذا من سوف يرحل هناخده رقم ب. في الجمله رقم 7 بيقول لك تير سوا انت تستقبل مساج رساله من زميلك. الرساله مذكره ولا مؤنث؟ خدنا ملحوظه زمان لما كنا بناخد الملحوظات بالترتيب قال لك ان اي كلمه بتنتهي باج مذكر
ما عدا أربع كلمات. إيه هما الأربع كلمات؟ قال لك بلاج، كاج، إماج، باج. بلاج شاطئ، قفص، صورة، باج صفحة. دول مؤنث، طب الباقي مذكر. يبقى أي كلمة تنتهي بآج مذكر. طب ارجع للجملة تاني، عندك كلمة لوم مساج الرسالة، يبقى ناخده الأولانية. أليكس يكون مسرور برسكو لأنه عنده دي نوت. الدرجات جمع مؤنث. بون مفرد مذكر، بون جمع مذكر، بون مفرد مؤنث، بون جمع مؤنث، يبقى خدنا الأخراني. يوجد 20% ريدكسيون تخفيض على ليز ارتكل السلع جمع مذكر. اخد انا واحدة في دول؟ قال لك تو الأولانية هي اللي بيجي وراها جمع مذكر. ألا مديتهم في نصف الوقت أو في بين الشوطين لجويين لاعبين بكود دي او يشربون كثيرا من الماء. اللاعبين جمع بيساوي الضمير ال. اخد انا واحدة في دول؟ قال لك النهيتا او النتي. طيب جايب لك اتنين، يبقى لازم ارجع لتصريف فعل بوار. ادي تصريف فعل بوار، يشرب. بي او اي اس، بي او اي اس، بي او اي تي، ماشي. روح الناحية التانية، بي او في او ناس، بي او في او زد، بي او اي في او ان تي. يبقى اللاعبين جمع، يبقى ناخده دي اللي صح. ارجع، يبقى بوافينا هيتا او ان تي، قال لك الاخرانيه خالص دي ما تنفعش. نشوف السؤال اللي جاي. توم بمحالة الجو، الجو مفرد مذكر. اخد كل الاولانيه. بيقول لك مي برونس والدي ني فواياجي لا يسافرون جميع ابدا. اون افيون في الطائره. وسيلة مواصلات بتركب فيها، بتاخد اون. طب ما فيش اون. ما تنفعش. ضن كانت عايزة اداة. بار افيون تنفع. الا ابوستروف لا. اشمعنى بار افيون؟ قال لك ان في وسائل مواصلات اللي بتركب فيها بتاخد اون. طب ممكن نحط بار؟ قال لك بار وضن بس لازم يجي وراهم اداة. وبعد كده الوسيلة. أمال إيه حكاية بار دي؟ قال لك إن كلمة بار ممكن تيجي بدون أداة مع كلمة أفيون وكلمة باتو. ممكن أن تأتي بدون إيه؟ أداة مع ما مع مين؟ مع الطائرة والباتو المركب. ارجع للجملة تاني، خدنا كلمة بار. لو بروف المدرس دوموند طلب من تلاميذه دي أوفرير أن يفتحوا، بيقول للتلاميذ، التلاميذ معاهم ثلاث صفات ملكية. ايه ثلاث صفات الملكيه مع التلاميذ؟ قال لك ليه 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 اخرها اس، والكتب جمع باخد ليه اخرها اس. ناديه تكون سمينه او تخينه، هي تاكل فري بطاطس. السيدو الى حد ما فيها وصرف ما تنفعش. تروب دو كثير من تنفع. امبو كانت عايزه دو، بيكو كانت عايزه دو. يبقى خدنا التاني، كثير من البطاطس. جي ان كوبين، عندي زميل انجليزيه فرنسيه سويسري برتغالي. يبقى كلمه سويس تمشي. برتغاز دي مؤنث، لا مذكر احذف الاو. اما سويسري ما اقدرش احذف الاو، دي تنفع مذكر ومؤنث. انجليزي بحذف الاو، فرنسي بحذف الاو. يبقى انا عندي زميل سويس هي اللي نفعت، عشان هي بتمشي مذكر وتمشي مؤنث. بيرسوني، كلمه بيرسوني خلي بالك ان كلمه بيرسون بتساوي ايه. قال لك بص معايا كده بالراحه، ان كلمه بيرسون ني بتساوي الضمير اللي في التصريف. طب ايه تاني؟ قال لك انت عندك كي وعندك صا وعندك او بتساوي الضمير اللي في التصريف. شويه حاجات صغيره كده على جنب بس هتفيدنا. يبقى بيرسوني لا احد بيساوي الضمير الا في التصريف، يبقى اخد سي الاولاني. في الجمله 36 بديل بي لهيريكوت الفاصوليا، اكتب عليها جمع مذكر. اخد انا صفه دول تمشي مع الجمع المذكر. قال لك فيرت الاولانيه مفرد مؤنث، فيرت الثانيه مفرد مذكر، فيرت الثالثه جمع مؤنث، الرابعه جمع مذكر. يبقى الفاصوليا الخضراء جمع ايه؟ مذكر. خدنا الاخراني.
من اونكل عمي ياتي من الفيوم، الفيوم القاهره والفيوم وسينا كنا خدنا عليها ملحوظ زمان، كنا قلنا القاهره والفيوم وسيناء بتاخذ او وبتاخذ دو. ارجع تاني للجمله، عندك القاهره والفيوم وسينا بتاخذ او بتاخذ دو. اه طب يلا، يبقى عمي ياتي من القاهره من الفيوم، يبقى اخد دو الاولانيه. لأومليت البيض جي ايه؟ انا احب لو مانجير ياكل. قال لك لا، ده فعل ياكل ويشرب. تعال نشوف الملحوظه اللي جايه، يلا نكتبها مع بعض. قال لك انت عندك ضمير شخص من ضمن الضمائر الشخصيه اسمه الضمير الشخصي اون، بيجي مع شويه حاجات. قال لك بيجي مع مانجي فيرب ياكل وفيرب بوار يشرب. واذا لقيت اليا والا اللي هي بتاعت اليا احط في النص اون، بخلاف ان اون ده هو بيجي مع العدد والكمية والنكرة والتجزئة. ادي قن معناه بالعربي منه او عنه، يبقى ناكل منه يبقى ناخده قن على طول واحنا مغمضين. فو بو في، انت تستطيع ست روب هذا الفستان علاقة بين في الايه في الكابينة. الفعل الاولاني مصرف، يبقى الفعل التاني يتحط مصدر، يبقى خدنا الصيه، يبقى خدنا التانية. تي ني ام با، انت لا تحب الريف. قال له كار لانه وحش او سيء. كلمة كار من ضمن الكلمات اللي الاجابة عليها بتكون بكلمة عنقوله. عندنا بوركو لماذا؟ الاجابة عليها بتكون بكلمة كار. وبارسكو الاتنين معناهم لان، وبيجي وراهم جملة كاملة. ماشي، كار وايه وبارسكو ايه تاني؟ قال لك في كلمة تانية اسمها بور، بيجي وراها مصدر فعل. يبقى أنا عندي بوركوا، السؤال بتاعها إجابته كلمة كار. نشوف البوكلت التاني. في البوكلت التاني بديع لي من دانيال إلى كاترين فيت ناسيونال ديو جريس، العيد القومي لليونان. بونجور، صباح الخير، كومون فاتي، كيف حالك؟ نو نو زلوبيا، نحن بخير. نو صوم زلنا، نحن زهدنا رؤية لافتنا سنان العيد القومي لليونان. ست فت، هذه الحفلة تقام يوم 25 مارس. دانتو ليفل، في كل المدن بتاعت اليونان مثل أثينا العاصمة، براتاس، نيكايا، كلفيا، أسامي مدن. نو زافوفو، نحن رأينا ست فت هذه الحفلة دي لوت مصارعة دي كورس سباقات جري يوسي دي كونكور ومسابقات موسيقى. نو زافو، نحن كان عندنا لابلازير السعادة دي لوفوار النارا دي كالفير الفرسان دي موزيكين الموسيقيين لوفي والبنات اونت بورتي يلبسون لو بيبل بورود ده زي دي انور من الذهب تنو زي يوناني اسيتو كوزيون في هذه المناسبة. تولو موندو، كل الناس ابرت سبي شاركوا اسيجور في هذا اليوم هناك اون ابرزنتي. قدمنا تولز بسلتين نوتومو مزيكا تو، كل الخاصة كل الحاجات الخاصة اللي تسمى بالمزيكا. سلاد سلطة، سلطة غريك، سلطة يونانية. نوزافو بصينا، نحن قضينا ان اجريابل جو سجور اقامة ممتعة. نخش على طول. لو بيبل الناس، لو بيبلو اللي هو الزي اللي احنا قلنا عليه، يكون اون غريك في اليونان، سبيسياليتي خاص باليونان. انت نو زي، هو قال لك تنو، يبقى الببلي ده هو ان زي اللي خدنا، دي اكلة وده زي وده مسابقة وده مبل اساسي، يبقى خدنا كلمة زي. لقبة دي جريك العاصمة اليونانية ايه؟ انها اثينا الاولانية. انها الحفلة اقيمت فان مارس 20 مارس، فان سانك مارس 25 مارس، افتكر بس 25 مارس، يبقى خدنا رقم سي. سي نقط كي سي ايميل انفويي، انه الى نقط التي سو ايميل هذا الايميل ارسل، انها الى كاترين، ادور على كاترين، يبقى خدنا الاخرانية.
فت هذه الحفلة سي ايه بس هي حدثت واقعة دانتولو فيل في كل المدن اليونانية. في اليونان النقط براتيكين ومارس لوليت المصارعة. ايه بنحب حب ان نمارس المصارعة. نشوف القطع اللي جاي. بوركوا لماذا انت لا تفل تدعيم لا فيل تحب المدينة بوركوا جيني بريفير بالا كامباني ولماذا انا لا افضل الريف. واحد كاتب بيقول ليه انا بحب المدينة وما بحبش الريف. تعال نشوف. مو انا انها كوريل عندي 17 سنه بقول مو بالنسبه لي للمدينه في الحياه في الاراكم ماني في الريف يكون تري ان انروي يخنق يضايق. جي ابتي انا اسكن بعيدا بعيد عن ميزه مي اصدقائي جيني ايه بادي موتو ليس عندي موتوسيكل لو ترانسبورت الوسيله النقل العامه هني صوم با تريد افسيل لا تكون متاحة او متوفرة اليا يوجد سلمو ان بس اتوبيس الذي فا امفيل يذهب للمدينة لما تام في الصباح ايرن تري ويعود لابريم دي بعد الظهر. الاي تريد افسيل انه صعب دي سورتير الخروج امفيل في المدينة له صوار في المساء. جيم بكون احب جدا الافلام. جيني ايه كو لا تلفزيون ليس عندي الا التلفزيون. ليس عندي الا استثناء. النيابة أكون سينما لا يوجد أي سينما. جي فودري إتر أنا أريد أن أكون انفورماتيسيان متصل بالمعلومات. جي نيبو بار ستير ولا أريد أن أبقى السي هنا لا أستطيع أن أبقى هنا سي. جي بو أفوار لو أنا أحصل على أمبون بالوين وظيفة جيدة. لا كمبان الريف إي تري كالم هادئ جدا مي لكن جيان بوي أنا أرغب في مونير إن في بلو ديناميك في خوض حياة بلو ديناميك اكثر اثارة او حيوية. لا كامبان الريف سي اي سوبر بور لي فاكونس انه جميل للاجازات. تعال نشوف. كريلبو الليل يستطيع الذهاب دارنافيل في المدينة للصوار في المساء ام دي في الظهيرة لوما تام في الصباح. قالك بنروح الصبح ونرجع الظهر. لافيل حياة في الريف تكون بلي كالم اكثر هدوء عن المدينة. كيريل يتمنى ان يكون انفورماتيسيان مبرمج او شغال في المعلومات. كيريل عنده سيزان 16 سنة كانز 15 ديست 17 وعنده 17. كيريل يذهب الى المدينة بالموتوسيكل ولا في العجلة ولا في الاتوبيس. قال لك في الاتوبيس لان فيش غيره وسيلة مواصلات عامة. بورصة ميوزيل التسلية كيريل ريجارد على التلفزيون وشاهد التلفزيون. هو ما عندوش غيره ما فيش يذهب الى السينما ولا السيرك ولا يمارس حاجة. ما قالش فوتربير ابوك يكون فوندير بقى انت تقول هو يعمل في سوبر مارشي. يعمل في سوق او سوبر ماركت. فوديماند ان تطلب من مدرس دي فوتر ان تطلب لبروفيسيون مهنة دي فوتر سايبر كومين زميل النت أنت تقول ما تكون جنسيتك كوفيتي ماذا تفعل. نعلم عليه علامة صغيرة. أي لغة تتكلم فو فينيدي أو عايز لا بروفيسيون مهنة يبقى ماذا تفعل. فو انديكي أنت توضح إلى زميلك سيكو ماذا أنت لا تفضل أن تعمله. أنت تقول أفضل لا أعمله يبقى عايز نفي. دور على واحدة بدون نفي قال لك رقم بي جيني سي با أنا أعرف أطبخ. الباقي كله بيعرف او بيعشق. وافين رندفو انت عندك معاد تريز امبورتان مهم جدا لو متان في الصباح انت تقول جي في مي ليفي ساستيقظ متاخر. جي في مي ليفير تو ساستيقظ مبكرا. فوترامي زميلك فون ديكي يوضح لك لماذا هو يفضل سيد بلاسيت تنقل بالمترو. هو هيقول لان هو بلوند مزدحم لان هو ايه بروبري نظيف ام وان شير اقل سعر. لان هو تري شير غالي جدا لان هو مزدحم برضو غالي جدا مزدحم جدا. يبقى خدنا رقم سي. فوفون فورميا انت تسأل سير لوير على ساعة المباراة انت تقول اكل اير في اي ساعة لو ماتش فاكم من سير. في اي ساعة المباراة ستبدأ. انت تريد دي فود بلاسيت تنقل بالموتوسيكل انت تقول يلزمني عجلة. لا انا عايز موتوسيكل. يلزمني حزام امان ده بتبقى في السيارة. طيب يلزمني خوذة وبلوزون. يلزمني خوذة وبلوزون. يلزمني سيارة. لا يبقى ناخده رقم بي.
فودو كريفي، أنت تصف فوتر شومبر حجرتك، أنت تقول الاسم بأنها لطيفة، حجرتك إنها لطيفة، الحجرة مؤنث يبقى دي ما تنفعش. إليروس إنها حمراء إبيان رانجية ومرتبة جدا، أه تنفع. وادي مذكر وادي المنزل، يبقى خدنا رقم سي. فوتر كومين، زميلك فورا كنت يحكي لك أنا أكسيون حدث في الصيف الماضي، هو هيقول جي سويزا اللي انا ذهبت للغابه، حدث في الماضي يبقى انا ذهبت للغابه، ده هي مضارع ودي مستقبل ودي مضارع. فودي كريفي، انت تصف لو فيزيك منظر فوتر اونكل، عمك، انت تقول هو عنده 41 سنه، هو يمارس تنس كل يوم، هو عنده ني انف روتروسي مستديره، اه. فوزيت، انت تكون شي لوبوشير عند جزار، هو هيقول لك كم كيلو تريد ينفع، انا اريد كرواسون، انت عند جزار هو هيقول لك انا اريد كرواسون، انا اريد توست، افي فو دي كريل، يبقى خدنا الاولانيه كم كيلو تريد، يبقى خدنا الاولانيه. فوديموند، ان تطلب من زميلك سرول دورو في الحفله، هو هيقول انا اكلت جاتوه جيرين كونتري، قابلت اصدقائي، تنفع. ديكوريلا صالون، انا زينت الصالون، اه. جيريجارد لوماتش، شاهدت المباراه، يبقى دوره في الحفله ان هو ديكوريلو صالون زين الصالون. بو مارك، ماركات ديفيد مو، ملابسك، الملابس، الماركات ديت مؤنث، مالكش دعوه بالملابس، الماركات مؤنث، يبقى اخد جمع مؤنث اللي هي التانيه. صوم فوزابيليتي، ما هي مهاراتك او هواياتك، يبقى عندك دي جمع مؤنث، اكتب عليها. اخد انا واحده في دول جمع مؤنث، قال لك اللي هي رقم سي. لا فامي، الاسره، بور سويفر، كي يتبع نقط رجيم غذائي، رجيم مذكر، ادور على واحده في دول بتاعت مذكر، قال لك ان الاولانيه. لا فامي، الاسره، تكون نقط ضن، تكون، طالما قبل تكون يبقى فيرب اتر، اتر ده ماضي مركب، يبقى الاسره مؤنث، تاخد تبعيه او عشان صندر ينزل من افعال ال 14. جادور، انا عاشق الفريق، خلي بالك الفريق مؤنث، ادور على واحده دول بتاعت مؤنث، امريكان الامريكي لكره السله، يبقى خدنا نهايه او بتاعت المؤنث. مومبير، ابي اير انتري يعود دو ترافاي من العمل، لابلي المطر، بارسكو، هو قال لك في المطر، بارسكو لانه النيو بليبا نسى شمسيته، يبقى ابي رجع من العمل في المطر، يبقى ضم تحت المطر، تنفع تنفع على ريسو تحت برضه، يبقى خلي بالنا ان احنا نقول هو عاد في المطر، دون لابلي في المطر، بارسكو لانه هو نسى سوم برابلي شمسيته. مارتين فو، الطن تنتظرك، تنتظركم، قال له نعم هي تنتظرنا، ناخد نو، الجملة اللي جاية. الفي تري فور وا، جو بارد جدا، فو دي في، يجب أن تلبس ديفيت مو، ملابس، اكتب عليها جمع مذكر. دور لي على واحدة في دول جمع مذكر، قال لك ثقيلة اللي هي التالتة. شوف السؤال اللي جاي. فيكتور يحب لي ماتير المواد جمع مؤنث. اخد توت الأخرانية. فوزافيس وفن تعطشان، قال له انا فياندو بروندر ان كوكا، انا لسه شارب كوكا كولا، يبقى اخد لا، انا لسه شارب، لان هو لو عطشان كان قال انا اريد، انما دي تو انا شربت، يبقى خلاص ما عادش عطشان. لو متان في الصباح، انفا نذهب الى قسم، القسم مذكر، دور على حاجه دول بتاعت مذكر، قال لك قول اولانيه. تيني ابا، انت ليس عندك ارجون، ده نفي، في حاله النفي بحط يا اما دي او يا اما دي ابو صرب، بس هو جايب لك السي، بس السي درجون، اه انت ليس عندك السي درجون بور، يبقى خدنا اللي فيها هدوء، تمام، بيكون فيها هدوء، بس ده عشان مكتوب بحرف متحرك، خدنا كلمه السي. مون جراند بير جدي، اه دي جرو، عنده ايه جرو، براسه ليه، اساور دي جمع مذكر، جانت جمع مذكر، كوليه عقد جمع مذكر، لونين نضاره جمع مؤنث، وكلمة جروب بتاعت جمع مؤنث، يبقى اخد كلمة لونين نضاره الأخرانية. فوتي، أنت تريد دي ريزين عنب؟ قال له
نو جي اونفو، انا لم اعد اريد منه. يبقى اخد كلمه بلو، دي معناها احد، ودي لم يعد، ودي ما زال في الاثبات، ودي كلك فوا احيانا، دي في الاثبات. الاثنين في الاثبات، وهنا الجمله نفي وجايب لك كلمه بيرسون وكلمه بلو. الجمله اللي جايه، امس متان صباحا، امس صباحا مامير امي امس. امس او تري مال كان عندها الم، هو فيرب افوار، وطالما فيرب افوار يبقى مش من افعال 14 يبقى ياخد افوار. طب واسم المفعول من كلمه افوار او، يبقى دي كان عنده، يبقى او كان عنده او كان يملك. يبقى خدنا او كان عندها عشان ده ماضي، اما ديت مضارع ودي مستقبل وديت فوا ما تنفعش تريمال. مون كوزين ابن عمي يمارس رياضه ايه؟ ديسكات تزلج، التزلج مذكر، وعندك هنا دو مع فعل فير، يبقى خد دو زيها بالظبط مع كلمه سقط تزلج. هكتفي بس بهذا القدر النهارده كبدايه. خدنا بوكلت واحد واثنين، ان شاء الله على طول هنزل حلقات، هخلص كل بوكلتات سنه ثالثه في كل الكتب ان شاء الله. نعيشنا وكان في عمر وكان في نصيب، مش هسيب بوكلت في الكتب اللي بحلها كلها. وانتظروا مفاجاه كمان، هحل كتاب الناس طلبت منه كتير جدا، ان شاء الله في خلال يومين او ثلاثه يكون وصل، نبدا نحل منه. الكتاب ده مفاجاه، غير برافو، غير ميرسي، غير جنيال، غير المعاصر، هيبقى في كتاب خامس ان شاء الله في البوكلتات بتاعه سنه ثالثه. ما تنساش دعمك لنا، منتظر تعليقاتكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم بخير في الفيديوهات اللي جايه، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.